السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم رح نكون معكم لشرح محاضرة من مادة صحة الفم والأسنان بعنوان Cosmetic Dental and Oral Procedures. بحكي لنا البروبلمز اللي ممكن إنه يعني نصير بدنا بسببها نعمل إصلاح للأسنان أو ريبيرينج للأسنان أو نغير بشكل الأسنان. هي الستيند، إنه يصير في عنا يتغير لون الأسنان، أوكي، يعني تتصبغ الأسنان، أو discolored يتغير لونها. وورن يعني إنه يصير عنا ويرينج بالأسنان، يعني تبلش تنحف من هون، بصير عنا ويرينج فبيبلش يتأكل شوي هذا السطح لأنه بيضل يحتك بالسطح اللي تحته، فبيصير له ويرينج شوي. أوكي، عنا كمان chip teeth، يعني زي هذا الشكل هون، هاي chip teeth، أوكي، بيصير عندهم هذا زي تآكل أو كسر، ممكن يعني anicos ممكن يعمل هذا الإشي. عندنا كمان البروكن، برضو الكسر بالأسنان، misaligned، يعني ما بيكونوا ماشيين على نفس الاستقامة، ممكن يصير في ميلان ببعض الأسنان أو أسنان متقدمة وهكذا. misshapen، يعني تغير بشكل الأسنان، أو or have gaps between them، يعني بيصير في عنا فراغات بين الأسنان. طيب modern cosmetic dentistry بحكي لنا a smile makeover improves the appearance of your smile through one or more cosmetic dentistry procedures. يعني إنه إحنا نصنع الابتسامة بنقدر نحسن الابيرنس للسمايل تاعتنا من خلال إجراءات معينة، أوكي، زي شو؟ عندنا ريستوراتيف، قبل بدنا نفرق بين الريستوراتيف والكوزمتيك بروسيجرز. ريستوراتيف هو ريبيرينج، اوكي، يعني احنا بدنا نعمل اصلاح للسن بحيث نرجع الفانكشن اهم شيء، والهيلث يعني للسن هذا. بينما الكوزمتيك بحكي لانه انلايك ريستوراتيف دنتال تريتمنت، كوزمتيك دنتستري از فوكست مور اون ذا كوزمتيك اور استيتيك ابيل. يعني هي الكوزمتيك دنتستري بتهتم اكثر بالمظهر الجمالي اكثر مما تهتم بالفانكشن او الهيلثي لهذا السن. الآن aesthetic appeal of a patient's smile than health. Therefore, cosmetic dentistry is more focused on improving the confidence of someone's smile through techniques and procedures that will improve alignment, shape, color and size of the teeth and mouth as well as the appearance of the gums and bites. يعني حكينا أن الكوزمتيك بتهتم أكثر بالمظهر الجمالي، تهتم أنها ترجع لي مثلا ثقة البيشنت بالسمايل تبعته، أوكي؟ عن طريق تكنيكس وبروسيجرز نقدر نعملها علشان نحسن من الالاينمنت، يعني حكينا انه الشكل الجو وميلانه بالضبط، ميلان الاسنان كلياتها، شكل السن، لون السن، وحجم السن كمان. في بعض الناس مثلا بيتضايقوا انه سنهم بحسوه مثلا قصير او سنهم طويل زياده فبحفوا او بيعملوا اشياء، اوكي، اجراءات ثانيه. تمام. الان تايبز اوف كوزمتيك بروسيجرز، ايش هي انواع الكوزمتيك بروسيجرز اللي ممكن نعملها؟ بحكي لنا اول شيء التيث وايتنينج، وعندنا كمان الدنتال فينيرز، وعندنا الكومبوزيت اند بوندينج. التيث وايتنينج can be one of the simplest and least expensive ways to improve your smile. يعني هي من الاجراءات اللي شائعه وبسيطه وارخص شيء من يعني انه نحسن السمايل تاعتنا. Teeth can be bleached with in office products in your dentist office or by buying a mold and gel from your dentist to bleach your teeth at home. حكينا عن هذا المحاضرة الخامسة بالمادة، حكينا انه ممكن انه نعمل bleaching او تبييض للأسنان داخل البيت، بنشتري المولد والجل من الدكتور تاعنا، اوكي، وبنصير نحط الجل على المولد ونركبه داخل الأسنان او بداخل عيادة الأسنان عن طريق الليزر، اوكي. There are also whitening products available over the counter at retail stores for convenient at-home whitening. Whitening toothpaste, rinses or white strips. يعني بعض المنتجات الثانية بنقدر إن نشتريها شراء من الأسواق، يعني بتحسن من يعني بتعمل تبييض للأسنان زي المعجون الأسنان اللي بيعمل تبييض، أو بتكون زي لصقات الأسنان أو الرينز، يعني غسولات الفم. لكن يعني بأمانة هاي الأشياء يعني فعاليتها كثير قليلة. اوكي، طيب الدنتال فينيرز برضو حكينا عنها بالمحاضرة الخامسة. دنتال فينيرز ار ويفر ثين كاستم ميد شيلز اوف توث كولرد بورسلين اور ريزن. يعني هي عبارة عن طبقات رقيقة، اوكي، بتكون مصنوعة من البورسلين او من الريزن، هذول المواد ماتيريالز اللي بنستخدمهم في صناعة الفينيرز. ذات كفر ذا فرونت سيرفيس اوف ذا تيث، يعني هي بتغطي السطح الامامي من السن. تشينجينج ذا تيث كولر شيب، the teeth color, shape, size or length، يعني بتغير لون السن، بشكل السن، بحجمه، وكمان بالطول تبعه. veneers are often called Hollywood teeth، يعني Hollywood teeth هي الفينيرز، تمام؟ composite bonding. composite bonding refers to using material that resembles tooth enamel color. الكومبوزيت هي حشوة ترميلية، اوكي، احيانا نستخدمها خاصة بالاسنان الامامية عشان نحسن مظهر الاسنان. مثلا واحد انكسر سنه، تمام، وصار عنده من هاي الحالة chip teeth، بنروح بنعمل preparing لهذا السطح، اوكي، بنحضره بالبيرس، ويعني بنحف منهم زيادة علشان نقدر تمسك عليهم الكومبوزيت الحشوة التجميلية، وبنحط هاي الحشوة بحيث انها يعني ترجع لي سن شكل السن زي ما كان سابقا، وبتكون اللون
لون لون الحشوة هاي بنختاره يكون كثير قريب على لون السن بحيث ما يتميز انه محطوط حشوة، تمام؟ فبيكون نفس لون السن ونفس الشيء تبعه. فهون حكينا انه dentist drills out the tooth decay then applies the composite onto the tooth surface. ممكن يكون برضه بسبب caries مش بس chipped teeth او broken teeth. اوكي، فبنشيل كل الكاريز وبنعمل preparation للسن وبنحط الcomposite and then sculpt into it into the right shape before curing it. يعني بنحطها وبنظبطها وبنشكلها بحيث تعطيني شكل السن بالضبط زي ما هو الاصلي، وبعدين بنعملها curing. curing يعني بنصلبها، اوكي، عشان تصير خلاص يعني كأنها من السن معمولة. This procedure effectively covers the tooth damage and gives the appearance of a healthy tooth in its place. Bonding is one of the least expensive cosmetics. Composite bonding هي من أقل ال cosmetic procedures تكلفة، يعني available to patients with tooth decay, chipped or cracked teeth and worn down edges. يعني الأسنان اللي عليها تسوسات أو الأسنان اللي صار لها chipping زي هيك أو cracked tooth أو الورن اللي صار لها يعني wearing. أوكي، احتكاك. الله أكبر. نخلص آخر فقرة سريعا. dermal filler and botox in dentistry. botox and dermal filler can help minimize TMJ and migraine symptoms. البوتوكس اللي هو اللي بيعملوه الناس في العيادات التجميلية بيحقنوا إبر بوتوكس، بتحسن لي من ال TMJ symptoms والمايغرين symptoms اللي هي الصداع أو التنشن هيدك. هذول ليش كيف بتحسن لي منهم؟ لأنه البوتوكس وظيفته إنه يرخي العضلات، وال TMJ لما يصير عندنا بين مثلا بيكون على الأغلب بيصير شد بالعضلات، والمايغرين نفس الإشي بيكون تنشن شوي بالعضلات زيادة، فالبوتوكس وظيفته يرخيهم عشان يخفف السيمتومز. As well as reducing gummy smiles while yes كمان بيقلل الجامي سمايلز. كيف بيقلل الجامي سمايلز؟ الجامي سمايل هي اللي بتكون يعني في ناس لما يضحكوا بتبين لفتهم كثير، اوكي، فبنروح بنحقن اللبس ببوتوكس فبتنفخ شوي اللبس فبتغطي على الجامي سمايل هاي، بتصير لما يضحك البيشنت يبين اشي ابسط من اللبس لانه اللبس غطت عليه. While botox and other dermal fillers are similar. Okay, botox is derived from a neuromuscular toxin اللي هو البوتيلينيوم. هذا هو عبارة عن توكسين. Okay, يعني البوتوكس بالأساس مأخوذ من توكسين اللي هو البوتيلينيوم. Okay, while most filler are hyaluronic acid, a naturally occurring nutrient that we lose as we get older. يعني إنه هذا الهيالورونيك أسيد هو عبارة عن أسيد بيكون أصلاً بأجسامنا بشكل طبيعي، ولكن مع الوقت ومع مرور الزمن والعمر كل ما واحد تقدم بالعمر وبلش يفقد هذا الإشي، فبيروحوا بيحقنوا علشان يرجعوا البشرة زي ما كانت سابقاً. Dentists are especially adept at treating these conditions with botox due to their extensive training and knowledge in oral and maxillofacial muscles. Dentists perform more injections in the oral and maxillofacial areas than any other medical practitioner. بحكي لنا إنه الدنتست بيكون عندهم كثير خبرة وبيكونوا كثير ماهرين بإبر البوتوكس هاي وبهاي الأمور، يعني إنه يرجعوا الشيب تبع الفيس زي ما كان، لأنه هم عندهم خبرة كثير كبيرة بالماكسيلوفيشال أريا وبالعضلات الموجودة من كثر ما مثلا بيحقنوا إبر بهاي المنطقة وهيك بسبب التخدير وإما إلى ذلك. أوكي، آخر شيء حاطين لنا صور بيفور وآفتر لناس حقنوا البوتوكس، نشوف كيف تحسن المظهر الجمالي. لاحظوا هون اللبس كيف لما حقناهم صاروا هون نفس الإشي، وهون كل الصور نفس الشيء، هون مثلا حقنوا هاي المنطقة غالبا فراحت كل التجاعيد اللي كانت موجودة شدت. اوكي، منطقة temporary holiday smile هاي بتكون يعني منتجات بالاسواق، بنختار سايز معين والمريض يعني لحاله بيشتريها، انه بيختار سايز وبيحطها على اسنانه على الماكزيلا على الابر علشان يحسن المظهر تبعهم وبس. good luck. هيك بتكون خلصت المحاضرة، الله يعطيكم العافية وبالتوفيق ان شاء الله بامتحانكم.